فهذني عندنا ثلاث ميكانيكيات للريزيستنج. قلنا اول شيء انه البكتيريا قامت تنتج مور بابا، فبالتالي ما دام صار عندي تركيز عالي للبابا فحيتنافس مع السلفونامات حتى للوصول الى منو التارجت، او سوري وصول الى الانزيم اكتيف سايت. تمام. الميكانيكيه الثانيه ريزيستنت هي شنو؟ هي انه قلنا حتصير لي طفرات ميوتيشن. هذا الميوتيشن راح يغير لي او يسوي لي تعديل على التارجت انزيم بحيث يقلل لي الافينيتي من السلفونامات تجاه هذا الانزيم، ما حيقوم مرتبط بيه. والميكانيكية الثالثة قلنا انه هو حتقل البرموبيلتي من سيل ميمبرين، فبالتالي يعني ما راح يعبر خلال الغشاء. زين، التترا هيدروفوليت هذا مهم جدا للبقاء. يعني عرفنا انه التترا هيدروفوليت اذا صار له بلوك معناته راح شنو راح يصير عندي؟ انهبيشن بالسينثيسيس من البيراميدين، واذا صار عندي انهبيشن للبيراميدين معناته راح يصير انهبيشن للدي ان اي سينثيسيس، فراح يعيق لي نمو البكتيريا، فجدا يعني مهم لبقاء البكتيريا. زين، نسال سؤال زين عدليه زين، يعني سو واي ار ذا سلفونيل جروب يعني مو توكسيك للهيومن؟ ليش ما تسوي هذا الانهبيشن؟ يعني هو صح مهم للبكتيريا لكن مو مهم لبقاء الهيومن سيل. ليش ما عنده توكسيك افكت على الهيومن لما ناخذه؟ السبب في ذلك لانه التترا هيدروفوليت الموجود يعني اللي ينتج جسم الانسان ينتج بطريقه مختلفه عن اللي تنتج داخل البكتيريا. تمام. التترا هيدروفوليت اللي ينتج البشر الهيومن ناخذ عن طريق فوليك اسيد مو ناخذه فوليك اسيد، لما ناخذ عن طريق الدايت او السبلمنت تمام راح يتحول داخل الجسم الى تترا هيدروفوليت. بينما بالبكتيريا البكتيريا عندها انزيم اللي هو الداي هيدرو بيتوريت سينثيسيز انزيم، هذا الانزيم هذا المسؤول عن شنو؟ عن تكوين التترا هيدروفوليت. فعندنا ميكانيكيتين مختلفتان، يعني بالهيومن شكل تكوين التترا هيدروفوليت شكل، وبالبكتيريا تكوين التترا هيدروفوليت شكل اخر. تمام. فالهيومن ما عنده هذا الانزيم الداي هيدرو بيتوريت سينثيسيز انزيم. تمام. لكن بالمقابل عنده الهيومن سيل عنده بروتين معين ينقل الفوليك اسيد او سوري ينقل سوري ميك ذا فوليك اسيد كروس ذا سيل ميمبرين. تمام. فوليك اسيد از بروت اكروس سيل ميمبرين باي ترانسبورت بروتين. اذا عندي شرط عندي الهيومن سيل عنده ترانسبورت بروتين ينقل الفوليك اسيد. تمام. في حين انه البكتيريا تمتلك لي انزيم اللي هو داي هيدرو بوتيريت سينثيسيز. يعني الهيومن سيل عندها هاي الخاصيه اللي ما موجوده بالبكتيريا، والبكتيريا عندها هاي الخاصيه اللي موجوده بالهيومن سيل. تمام. اذا الفرقين مهمات. سؤال اسالكم سؤال اخر زين اذا الهيومن سيل قاعد مثلا الهيومن قاعد ياخذ لي فوليك اسيد، ليش ما تقدر هاي البكتيريا تستفاد من الفوليك اسيد هذا اللي قاعد ياخذ البشر وتحوله الى تترا هيدروفوليت؟ لان بكل بساطه قلنا انه البكتيريا السيل ما عندها هذا الترانسبورت بروتين اللي ينقل لها الفوليك اسيد عبر السيل ممبران ويحولها بعدين الى تترا هيدروفوليت. تمام. فهاي بكل بساطه فوجدوا انه عندي تو ميتابوليك ديفرنسز بين هيومن سيل وبكتيريا سيلز اللي هي مهمه ذني اذني اتوقع تجن يعني bacteria have susceptible enzymes that is not present in mammalian cells. اللي قصدي يعني يحكي على ال dihydrobutyrate synthesase ما موجود بالهيومن. كذلك البكتيريا سيلز ما عندها هذا الترانسبورت بروتين اللي ينقل لها الفوليك اسيد الى داخل الخليه. تمام. من خارج الخليه الى داخل الخليه. تمام. فذني فروقات مهمات.